وباكستان وماليزيا أبدوا اهتمامهم بدخول في هذه المبادرة، وأنا في اعتقادي وقناعتي أن هذه المبادرة من أفضل المبادرات، لأن يشمل الدول المؤثرة واللاعبة في المنطقة الذين يمكن لهم أن يبحثوا عن حل سلمي وحل اللي يعطي بالنتيجة المرجوة للجميع في المنطقة ويمنع طبعا التدخل الأجنبي. نحن الآن المنطقة الحمد لله منطقة واعية، ولذلك يعني مقتنعين بأن في إطار هذه المشروع والاقتراح المصري الرباعي ممكن إن شاء الله نبحث عن حل، طبعا مع التنسيق مع السيد أخضر إبراهيمي اللي يمثل اليون. التعليق لو اقدر اعلق على ما يعني انا متفق مع الاخ علي طبعا ان الوضع في سوريا مهم جدا. السيد الرئيس لما اطلق مبادرته في قمه مكه المكرمه في رمضان الماضي، لو تلاحظوا الدول هي في الحقيقه الدول الفاعله، اما فاعله او الدول الاكثر تاثرا في المنطقه. تركيا طبعا معروف لها الحدود المشتركة، السعودية معروف وزنها في المنطقة، إيران كلنا نعلم أن إيران متواجدة في هناك ودولة لها وزنها في المنطقة ولا يمكن تجاهل دورها. مصر طبعا يمكن الجميع بيرى أن مصر طرف مقبول من جميع الأطراف، لأن ليس لنا أي هدف إلا مصلحة الشعب السوري. فعندما أطلق السيد الرئيس هذه المبادرة في الحقيقة يعني ضمت هذه الدول الأربع. هذه المبادرة يمكن يعني البعض قد يرى أنها لا تتحرك، إنما في الحقيقة في اتصالات مستمرة على مستويات مختلفة، مش شرط تكون كلها على مستويات وزراء الخارجية، إنما على مستويات مختلفة. وما زالت هي في الحقيقة المبادرة التي يمكن أن تأتي يعني بثمرة بإذن الله وتوقف النزيف الدم، لأن هذا نتكلم على أكثر من 60,000 قتيل، بتتكلم على أكثر من حوالي 2 مليون نازح داخل سوريا، بتتكلم على عدد أكثر من مليون نازح لاجئ خارج سوريا. مأساة، مأساة بكل المعايير، لا يمكن للضمير أن يقبلها. احنا من الاول موقفنا كان ثابت جدا في هذا الموضوع من اول الازمه في سوريا، قلنا الحل يجب ان يكون في اطار سوري، ده اهم شيء، او في اطار المنطقه اطار عربي. قلنا ان يجب الاستجابه لمطالب الشعب المشروعه، والتجربه حوالينا ورتنا سواء اللي حصل في تونس او اللي حصل في مصر او اللي حصل في ليبيا، انما الشعب بيريد شيء مطلب مشروع بيتحقق في النهايه. المهم الثمن قد ايه يعني، فاحنا عايزين نجنب يعني، لا مش نجنب لان خلاص حصل، بس عايزين نجنب الشعب السوري المزيد من هذه المعاناة. ما زلنا بنرى ان ايران كطرف في المبادرة الرباعية لها دور ممكن تلعبه، وان شاء الله يعني يقوموا بهذا الدور. طب العلاقات المصرية الإيرانية على يعني على وقع يعني مطلب الزملاء، يعني حضرتك الواقع الاستراتيجي يؤكد أن أمن مصر ينطلق ويبدأ عند أمن الخليج، وأن ما يحدث في أمن الخليج والبعض يصور دور إيران كأنه بوليس منطقة الخليج واستخدامها لبعض الشيعة في شرق السعودية المملكة العربية السعودية والبحرين لإحداث القلاقل هناك، وان هذا كثيرا ما يعني ما القياده في مصر تؤكد دائما على اهميه الامن في الخليج. فعايزين نعرف يا فندم اهميه التطمينات التي يمكن ان يبعثها وزير الخارجيه للمده المتبقيه من مجلس اداره البنك المركزي الحالي وحتى 23 نوفمبر 2015. اشاد السيد رئيس الجمهوريه بما قدمه الدكتور فاروق العقده من جهد دؤوب وعمل مخلص في خدمه الوطن والاقتصاد القومي، وما حققه من إنجازات في تطوير القطاع المصرفي المصري والحفاظ على استقراره وسلامته. ورحب السيد رئيس الجمهورية بترشيح السيد هشام رامز محافظا للبنك المركزي، مؤكدا على ثقته في استمرار مسيرة الإصلاح المصرفي والاستقرار المالي تحت رئاسته. يعد السيد هشام رامز واحدا من قيادات القطاع المصرفي في مصر، حيث عمل عضوا منتدبا للبنك المصري الخليجي،
ثم رئيسا لبنك قناة السويس قبل أن يتولى منصب نائب أول لمحافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات، اشترك فيها بكفاءة كبيرة في إدارة السياسة النقدية والاحتياطي الخاص بالبنك المركزي وبرنامج الإصلاح المصرفي، حتى شغل منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي في ديسمبر 2011. في تقليد جديد يعني هنستمع إلى كلمتين، كلمة من السيد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي، وكلمة بعدها للدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي القادم إن شاء الله، ثم نأخذ سؤالين للمحافظ الجديد إن شاء الله. تفضل دكتور فاروق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أولا أن أتقدم بكل الشكر للسيد رئيس الجمهورية على استقبالنا اليوم وما أظهره لنا من تقدير على العمل الذي أنجز في إصلاح القطاع المصرفي خلال 10 سنوات الماضية التي نتج عنها أن هذا القطاع أصبح قطاع قوي ومستقر وتحمل الحقيقة تداعيات كثيرة حصلت في 2008 مع الأزمة العالمية المالية وبرضو في السنتين الأخرانيين التداعيات الاقتصادية. بس لازم نعطي يعني لكل ذي حق حقه، الإنجاز ده الحقيقة لازم نذكر فيه مجلس إدارة البنك المركزي، وطبعا هشام بيه كان أحد أعضاء المجلس، لازم نذكر فيه قيادات البنك المركزي والعاملين فيه، ولازم أذكر فيه كل زملائي رؤساء البنوك. المجموعة دي اشتغلت كمجموعة الحقيقة متعاونة عشان تنجز هذا يعني العمل الممتاز اللي كل الناس بتشيد به في كل العالم. وبمنتهى الصراحة يعني ان النجاح ده في هذا القطاع وبشهادة العالم كله ما كانش ممكن يحصل من غير جهود هذه المجموعة الممتازة من قيادات العمل المصرفي في البنك المركزي وفي رؤساء البنوك. أنا بشكرهم كل الشكر على معاونتهم لي في 9 سنوات الماضية وبهدي ليهم هذا التقدير. النقطة الثانية اسمحوا لي أن أنا أتقدم بكل التهنئة لأخي وصديقي وزميلي، وساعات بقول عليه ابني بس بيقول لي ما تكبرش نفسك، لكن هو فعلا عندي في مقام الابن. احنا حقيقة اشتغلنا مع بعض 9 سنوات، أنا سعيد جدا بثقة السيد الرئيس في زميلي الأخ هشام وهو أهل لهذه الثقة، وأنا متأكد زي ما تقال في البيان الصحفي أنه واحد من أكفأ المصريين أو المصرفيين العاملين في مصر، وإن شاء الله أنا متأكد أنه هو ينجح نجاح كبير في قيادة مسيرة القطاع المصرفي. طبعا أنا عملت مع هشام وشرفت أنه كان النائب الأول للبنك في الفترة من 2008 ل 2011، وطبعا اللي قاله سيادة المتحدث الرسمي ان المجهود اللي عمله هشام بيه في سواء إدارة السياسة النقدية او في إدارة الاحتياطي او في الإصلاح المصرفي وخصوصا ايام الأزمة المالية العالمية هي قام بمجهود يعني بلده هتفضل مديونة بيه ليها على طول يعني لغاية ما ترك في 2011. لكن اللي مش عارفينه حضراتكم ان الاخ هشام من 2004 وهو رئيس البنك الخليجي وهو رئيس بنك قناة السويس كان ايدي في ايده، زي ما قلت لسيادة الرئيس دلوقتي انا كنا بنتكلم تقريبا مرتين في اليوم على التليفون، اشتغل معنا في تخطيط وتنفيذ سوق الانتر بنك، وكل النجاحات اللي تمت كان له يعني فيها الحقيقة عمل ممتاز، فانا بتقدم له كمان بالشكر، وان شاء الله هو وزملائه هيكون لهم كل التوفيق في المهمة الصعبة اللي خدها النهاردة. النقطة الثالثة معلش هاخد كمان دقيقة عشان أقول حاجة مهمة، في ناس بتتكلم النهاردة على الدستور والثمان سنين والكلام، احنا في البنك المركزي اللي اقترحنا هذا، احنا اللي اقترحنا ان مدة محافظ البنك المركزي تبقى 8 سنوات فقط، 4 سنين وتجدد لمرة واحدة، عشان سببين، عشان تسليم والتسلم الحضاري اللي بيحصل ده، ما فيش حاجة اسمها محافظ يقعد على طول، التاني وده الأهم عشان دايما يبقى فيه دماء جديدة بتضخ في المركز الحساس ده، محافظ البنك المركزي وظيفة حساسة ولازم يبقى دايما فيها الشباب والدماء الجديد. فأنا النهاردة
وبس عشان بس أثبت لكم هذا الكلام، إن أنا بعت للمجلس العسكري في شهر سبتمبر 2011 تعديل للقانون البنك المركزي والبنوك، كان فيه ثلاث مواد. المادة الأولى كانت عشان نمنع تضارب المصالح في مجالس إدارة البنوك والبنك المركزي، والمادة الثانية كانت علشان نخفض عدد الأعضاء مجلس الإدارة من 15 إلى 9، ونخفض ممثلين الحكومة إلى ممثل واحد عشان نزود من استقلالية البنك المركزي. وكانت المادة الثالثة في سبتمبر 2011 بتقول تخفيض مدة المحافظ إلى 8 سنوات. طلع التعديل بالمادة الأولى والثانية وقرروا أنهم يأجلوا هذا لغاية ما يجي مجلس الشعب. ونفس القصة احنا قلناها في احنا بنتكلم مع جمعية اعداد الدستور، ان احنا عايزين ان البنك المركزي يبقى المحافظ لمدة واحدة وتجدد مرة واحدة. انا النهاردة سعيد جدا بهذا التسليم والتسلم الحضاري ما بين محافظ سابق ومحافظ آتي ان شاء الله اعتبارا من اول فبراير. انا بتمنى له هو وكل زملائه رؤساء البنوك إن شاء الله يكملوا الشغل اللي عملناه مع بعض في 9 سنين اللي فاتوا. ومش بس كده، الحقيقة في السنتين اللي فاتوا دول القطاع المصرفي كان قطاع مستقر، وهذا القطاع هو الحقيقة اللي موقف البلد على رجليه. أنا واثق 100% في قدرات زميلي وأخي وابني هشام، إن شاء الله إنه هيقوم بعمل ممتاز، وربنا يوفقه وإن شاء الله بدعي له كل التوفيق إن شاء الله. معلش طولت عليك شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا مش محضر نفسي لأي statement، لكن طبعا بشكر السيد رئيس الجمهورية على ثقته بتكليفه ليا لهذه المهمة الحساسة بناء على ترشيح السيد رئيس الوزراء، وأتمنى أن أكون محل الثقة في وقت مهم جدا بالنسبة لنا للاقتصاد المصري. وانا على ثقه ان شاء الله باذن الله ان ربنا هيوفقنا الى احسن، والاقتصاد المصري والجهاز المصرفي يكون الجزء مهم جدا من هذا النمو اللي احنا بننشده ان شاء الله لاقتصاد مصر. وان شاء الله يعني انا بنك مركزي مش غريب عليا، الجهاز المصرفي، وانا على ثقه ان مع انا وزملائي وباذن الله تعالى هنقوم بدور هنكمل الدور الكبير اللي قام بيه الجهاز المصرفي، اللي بستغل الفرصة واشكر فيه الدكتور فاروق العقدة على الروح اللي وجدها في الجهاز المصرفي في التسع سنوات اللي فاتت، والتعاون اللي كان بيتم طواعية وحبا بين البنوك والبنك المركزي، اللي انا ان شاء الله استمر على مع زملائي ان احنا نوجد الروح دي، وان شاء الله وروح الاصلاح الموجودة بدي بلدنا مصر اللي احنا كلنا نتمنى لها النجاح، والجهاز المصرفي جزء مهم جدا من هذا النجاح. والحقيقة الدكتور فاروق يعني طبعا مش هنقدر نقول ان احنا يعني هيبقى دايما برضو له دور في بالنسبة لبلده، وبنشكره وبشكره على الفترة اللي هي قضاها والدور الكبير اللي عمله في الجهاز المصرفي. الحقيقة عمل حاجات كتير من إصلاح عادة هيكلة البنوك بروح الفريق، وده اللي هو المطلوب في كل مجالات العمل في مصر، وإن شاء الله اللي أنا أستمر عليه. طبعا الظروف كل ما ده بتبقى العالم فيه تغيرات مش بس مصر، وإحنا إن شاء الله دايما بنواكب هذه التغيرات ونتقدم، وإن شاء الله هنبقى نتقدم أكتر. وأرجو أن ربنا يوفقنا جميعا في الجهاز المصرفي لهذا الدور، ويعني أرجو أنك تتمنوا لي التوفيق وتساعدوني كإعلام، لأن الحقيقة الإعلام دوره مهم جدا بالنسبة لنا في الفترة دي وفي كل فترة، وهو التوعية، وهو أنه بيوعي الناس بيقدر يشرح لهم أبعاد الحاجات. وإحنا إن شاء الله هنستمر على أن إحنا نبقى فيه شفافية كاملة بقدر الإمكان كجهاز مصرفي، عشان نقدر نوعي الناس ضد الإشاعات والكلام اللي هو ساعات بيدور، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقنا جميعا. أشكركم. شكرا. من المهم ان احنا نطرح سؤال في وجود السيد المحافظ السابق والمحافظ الجديد، وهو ان اول ما هيعلن خبر استقالة حضرتك هيرتبط على طول او هيتم الربط بينه وبين الازمة النقدية، خاصة فيما يتعلق بسعر الدولار.
واتقال قبل كده ان حضرتك عايز تستقيل عشان الأزمة دي، فمحتاجين رسالة للمجتمع الاقتصاد والرأي العام المصري حول وضع الاقتصاد المصري ووضع الجنيه والوضع النقد بشكل عام. الحقيقة الثانية برضو حضرتك برضو كان اتقال ان حضرتك على خلاف مع سياسة الدكتور هشام أنديل وان استقالتك، ما انا بس حضرتك الاسئله دي عشان ترد عليها عشان ما تثارش بعد كده يعني، فان استقالتك جاءت على اعتراضا على سياسه الدكتور هشام أنديل النقديه، فيا ريت نسمع رد من حضرتك. طبعا الحقيقه يعني الموضوعين ما لهمش اي اساس من الصح. اولا انا قايل من الاول وكلكم حضراتكم عارفين ان انا هعتزل العمل العام في نهايه هذه السنه. اللي خلاها بقت مؤكده هي الدستور. الدستور النهارده قال، والماده 227 زي ما قلت لحضراتكم لو تلاحظوا ان الاستقاله مكتوبه طبقا لاحكام الماده 202 والماده 227 من الدستور. فده ما خليناش ما اديناش حتى فرصه، يعني انت لو تلاحظ يعني بعض الزملاء في الصحافه طلعوا ريدي منشتات ان وجود فاروق العقده في البنك المركزي مخالف للدستور، فاحنا ما نقدرش ابدا نعمل هذا الكلام. لكن من ناحيه ان انا كنت فعلا وقايل لكل زملائكم، هتلاقوا كل الصحفيين بتوع البنك المركزي يعرفوا ان انا قررت ان انا اتقاعد في نهايه هذا العام، وقايل الكلام ده من سنه ونص. ونرجع مع علاقتي بالدكتور هشام أنديل، علاقه عمل ممتازه وصداقه، والدكتور هشام أنديل لم يتدخل مره على الحق يقال في اي شيء في السياسه النقديه. البنك المركزي له استقلاليته وانا باكد انه هيستمر استقلاليته ان شاء الله، وهشام بيه محافظ، لان ده بينجح المنظومه. يجب ان تستمر السياسه النقديه مستقله عن السياسه الماليه. ولم نختلف، وبحلف بالله لم اختلف مع الدكتور هشام أنديل مره، بالعكس هو صديق عزيز جدا وبنتعاون بقالنا 6 شهور مع بعض، ويعني بنفي هذا الكلام كلية عشان بس نقفل هذا الملف. موضوع النقد هيرد عليه هشام بيه لان هو اللي هيشيلها منين. ايوه فين؟ لا شوف يا جماعه، انا رايي ان اخر شيء اقلق عليه هو سعر الصرف. خلينا نرجع للتاريخي، نرجع ل 2004، مش الدولار كان ب 7 جنيه ونص يا هشام بيه؟ ونزلنا الى 5 جنيه ونص، مش حصل؟ نيجي 2008 لما حصلت الازمه العالميه وخرجت الاستثمارات، مش كده؟ طلع الدولار من 4 جنيه ل 5 جنيه و40 قرش ل 5 جنيه و90 قرش، وبعدها بست شهور نزل تاني لما جت الاستثمارات. الشيء الممتاز اللي انا فخور بيه انا وزميلي هشام ان احنا حطينا سوق صرف منتظم. مش مهم سعر الصرف يكون ثابت، ومش مهم يطلع وينزل، ده شيء طبيعي جدا. مهم ان يكون في سوق صرف منتظم. انت النهارده لازم تبقى واقعي مع نفسك، انت خسرت 30-35% من مواردك الدولاريه، السياحه نازله 30-40%، الاستثمارات الاجنبيه حضراتكم تابعينها. فلما يحصل هذا الكلام، عجز ميزان المدفوعات في 18 شهر 21 مليار دولار، يبقى اذا ده ضغط كبير. احنا نحمد ربنا ان لغايه دلوقتي ان احنا كل شيء اندر كنترول، واللي قدمه البنك المركزي في الاسبوعين لا يمكن واحد يعني ما انا قدمت هذا الكلام من اسبوعين عشان نحط اليه جديده عشان تظبيط سعر الصرف. تظبيطه ازاي؟ ان انا اشيل المضاربين، ان انا اشيل السوق السود. النهارده كل شيء بيتم في السوق الرسمي. وهشام بيه برضه انا يهمني اسمع رايه لانه هو الاستاذ في هذا الكلام. فالحقيقه يعني انا مطمئن جدا، وان شاء الله مجرد ما السياحه ترجع وبمجرد ما الاستثمارات تبتدي ترجع والعجله بتاعه الانتاج تشتغل، انا متاكد ان خلاص السوق اصبح عرض وطلب. يا جماعه في عرض اكتر من طلب، السوق السعر بينزل. في طلب اكتر من العرض، السعر بيطلع، وما عادش يخوفنا. طبعا شيء طبيعي له تاثير على التضخم. الحمد لله احنا النهارده التضخم احنا لسه معلنين النهارده 4.6، فيعني ده ما يخوفنيش قوي، بس هيبقى فيه تاثير قطعا على التضخم. ما هو لازم نبقى عارفين الكلام، احنا بنستورد نص اللي بناكله، فممكن يكون فيه تاثير، بس هيبقى تاثير لمده ومحدود. وانا متاكد باذن ربنا ان البلد دي محميه، وانا متاكد ان في خلال فتره قصيره جدا وبالكفاءه الكفاءات اللي موجوده في البنك المركزي وفي القطاع المصرفي كل شيء هيرجع لطبيعته قريبا جدا ان شاء الله. اتفضل يا هشام. انا عايز هشام يرجع بس على موضوع السؤال.
يعني أنا الحقيقة مش عايز أدي تصريحات كتيرة بخصوص هذا الموضوع وسوء الصرف. اللي أنا عايز أؤكده أن البنك المركزي عنده كل الأدوات اللي هو بيقدر يعني يتدخل في وقت لو حسينا أن في مضاربات أو يعني حاجات ضد الطبيعة ضد السوق. ما يهم البنك المركزي هو أن يبقى سوق طبيعي متوازن، وموضوع السعر ده زي ما السعر بيطلع زي ما السعر بينزل، زي ما اليورو بيطلع قصاد الدولار بينزل قصاد الدولار، الكلام ده ما هياش حاجة ثابتة. هي دي في الآخر العرض والطلب والحالة الاقتصادية هي اللي بتحتم. لكن أحب أطمنكم إن مفيش حاجة بتخلينا إن احنا نقلق، لأن احنا بنبص على الأسعار، البنك المركزي بيبص على الأسعار بصفة لحظية ويومية وبنقدر نتابع ايه اللي بيحصل، لكن ما احناش الموضوع مش خارج عن نطاق السيطره، بل بالعكس في اي وقت هنقدر نسيطر عليه. دكتور فاروق، يعني احنا بنشكر حضرتك على الفتره اللي قضيتها، هي فتره صعبه جدا، يعني كان فيها ازمه اقتصاديه عالميه ثم اتت باحداث الثوره. ولكن سؤال ربما يكون فني شويه، يعني احنا سمعنا عن القطر ديبوزيتس في خلال الايام الماضيه زودت حوالي 2.5 مليار دولار، هنعتبرهم 2 مليار دولار لان هناك منحه. ولكن احنا فوجئنا ان الاحتياطي في البنك المركزي في اعلان يوم 5 الماضي ان كان نسبة الانخفاض تقريبا 20 مليون دولار. اذا اعتقد ان هل كانت قطر دخلت في شهر 12، معنى كده ان كان الاحتياطي كان نزل بنفس هذا المعدل؟ الاحتياطي الفلوس بتاع قطر دخل في شهر، ومعنى كده انه كان نزل بنفس النسبة بقى، لان احنا كان قبلها 15. ارقام، انا بقول لسيادتك احنا بقالي 9 سنوات في هذا البنك، وارجو ان كلكم بتتابعونا. احنا مره قلنا رقم وكان ما كانش فيه شفافيه كامله. احنا طريقتنا صحيح ما بنتكلمش كتير وبنتكلم قليل جدا، لكن لما بنطلع بيان الناس كلها بتاخده وبتدققه. لما بنطلع النشره الشهريه ما فيش رقم عندنا. كلام سيادتك مظبوط، الفلوس وصلت في شهر ديسمبر ودخلت اوريدي جوه الاحتياط. اه طبعا، اصل شوف يا جماعه، كل ما نبقى ترانسبيرنت ونبقى بنقول الارقام مظبوطه الناس كلها بترتاح، والمستثمر بيقدر ياخد قراره الاستثماري، والمدخر بيقدر ياخد قراره الادخاري، والمستهلك بيقدر ياخد قراره. لما بيكون المعلومه واضحه احنا ما بنتكلمش كتير. يعني انا يمكن اتكلمت 5-6 مرات في مؤتمرات صحفيه في 9 سنين، وطلعت على التلفزيون مره واحده في 9 سنين. لكن احنا دايما عندنا نشرة شهرية، وعندنا كل ما بنطلع التضخم بنطلعه بمنتهى الشفافية. ما فيش حاجة اسمها ان احنا نقول كلام وهو مش حقيقي. تأكدوا ان البنك المركزي في الفترة اللي انا كنت فيها رئيسه، وانا متأكد لان زي ما قلت لكم انا ما عملتش حاجة الا ما كان هشام بيه ايدي في ايده من اول يوم على فكرة، وهو رئيس بنك قناة السويس، كان عضو في اللجنة بتاعة سوق الصرف، وهو عمل فيها شغل اكتر مني وله فيها كريدت اكتر مني، عشان بس تطمئنوا ان البنك المركزي في ايدي امينه. وانا متاكد ان ان شاء الله ربنا يعدي هذه الفتره. احنا عدينا سنتين صعبين جدا يا جماعه، السنتين اللي فاتوا دول كانوا صعبين جدا. ما نقول 21 مليار عجز ميزان مدفوعات، لما نتكلم على عجز موازنه شديد، لما نتكلم على سياحه نازله جامد، ومع ذلك الحمد لله الاقتصاد يعني متماسك. طبعا عندنا مشاكل، حدش يقدر ينكر عندنا مشاكل، لكن هنخرج منها. انا واثق ان هذا الاقتصاد فيه مقومات الخروج من هذه الازمه، بس مطلوب ان احنا نركز على الاقتصاد شويه، ومطلوب طبعا توافق سياسي، ومطلوب مصالحه وطنيه، كل الكلام ده مطلوب وهيحصل. لان مش الاقتصاد لازم نتكلم بمنتهى الامان. انتوا هتدخلوني في السياسه ولا انا ماليش في السياسه، لكن الاقتصاد هو مرآه للسياسه، فلازم الاقتصاد عشان يتحرك لازم السياسه تتحرك. احنا عايزين النهارده استقرار سياسي. يعني الناس بتقول لي المشكله الاقتصاديه، تقول المشكله الاقتصاديه حلها سياسي. مش هتتحل بالاقتصاد، هتتحل بالسياسه وبالامن. لو ربنا اكرمنا
وحصل استقرار سياسي وحصل استقرار امني كل شيء هيبقى. انا 6 شهور 12 شهر هتلاقينا نرجع لمعدلات النمو بتاعه 4 و5%، وعندنا امل كبير في خلال سنتين ان احنا نرجع على 6 و7%، وربنا كبير وان شاء الله هيوفق هذه البلد. شكرا يا جماعه.